السلام عليكم، أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان. مرحبا بكم، نبدأ النشرة بأهم العناوين. المواطنون يرحبون ويثمنون الأوامر السامية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب والمزايا التقاعدية. المحكمة الابتدائية بمسقط تؤجل النظر في تهمة رشوة بإرساء عقد بقيمة نصف مليار ريال عماني. منظمات إنسانية تطلق حملات تطعيم ضد شلل الأطفال بمخيمات اللاجئين السوريين. حياة السلاحف البحرية في السلطنة، تنوع بيئي وعامل جذب سياحي. ابتهاجا وإعرابا عن الشعور بالارتياح والاعتزاز بالأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، خرج المواطنون في ولاية سدح بمحافظة ظفار اليوم في مسيرة ضمت إلى جانب الكبار من الرجال والنساء طلبة وطالبات المدارس. وخلال المسيرة رفع المواطنون آيات الشكر والعرفان لجلالة السلطان المفدى على تفضله بإصدار أوامره السامية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب والمزايا التقاعدية لموظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته، وذلك إدراكا من المواطنين أن مثل هذا الإجراء سوف يعزز مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة، ومما سيكون له من أثر كبير في العملية التطويرية للموظفين ومختلف قطاعات الإنتاج. هذا وتتواصل مشاعر الفرح في جميع محافظات السلطنة التي يغمرها الفرح أيضا بحلول مناسبة العيد الوطني 43 المجيد. نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات شيوخ وأعيان ومواطنين ولاية سدح بهذه المناسبة الكبيرة، وإن دل شيء إن يدل على حب هذا المواطن لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس. ابتهاجا بهذه المناسبة يعني نظموا مسيرة ولاء وجميل لهذا القائد. أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله بمناسبة هذه المناسبة الغالية العزيزة علينا. وبمناسبة العيد الوطني 43 المجيد، دشنت بنيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي حملة كتاب رسائل ولاء وعرفان، رسائل ولاء وعرفان المقام السامي حفظه الله ورعاه. وقام المواطنون من كافة شرائح المجتمع في نيابة الأشخرة بالتوقيع وكتابة كلمات الشكر والتقدير لبادي نهضة عمان، فيما سيطوف الكتاب مدارس النيابة والجهات الحكومية والخاصة لتسجيل مشاعر المواطنين تجاه الوطن وقائده عزه الله ورعاه. Thank you.
قابوس نورها وزاح الظلامي ونورت البلاد وخلاها جميلة. يسلم يسلم لنا قابوس طول الأيامي وللشعب كل فاتح له وسيلة. يدوم غايتنا رجل شهامي يعرف وزي الشعب وعنده دليلة. من فضل مولاي كان مرتاح عظامي والشعب مرتاح في ظله وظليله. كل شيء صار بخطه ونظامي وكل موطن اليوم صارت له وسيله. وانا من دار قابوس المعظم دليل المجد يفخر به زماني. انا من دار قابوس المفدى وريث العز والعليا مكاني. احبك يا بعد كل الاماني يا دار عزتي وتاجي وكياني. أجلت محكمة مسقط الابتدائية بالخوير النظر في قضية الرشوة المحالة من الادعاء العام ضد مدير بإحدى الشركات الهندسية الرائدة ومسؤول بشركة نفطية حكومية ومتهم ثالث من الجنسية الهندية إلى 24 من نوفمبر الجاري. ورفضت المحكمة مناشدة محامي المتهمين بحظر النشر عن القضية في وسائل الإعلام وجعل الجلسة سرية والسماح لهم بالاطلاع على ملفات الدعوى. هذا ويطالب الادعاء العام بالحكم بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين ومصادرة الأموال المتعلقة بالقضية. ويحاكم المتهمون الثلاثة بتهمة الرشوة لإرساء عقد من الشركة الحكومية بقيمة 546 مليون ريال عماني للشركة الهندسية. معارك عنيفة شهدتها حياء العاصمة دمشق، حيث تحاول القوات الحكومية استعادة السيطرة على مناطق يسيطر عليها مقاتل المعارضة في العاصمة. إلى ذلك أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بعد أن أظهرت التحاليل تفشيه بين الأطفال السوريين، بينهم لاجئون إلى مخيمات في الدول المجاورة. هنا دمشق حيث تمطر السماء قذائفها منذ أيام بعد انتقال الصراع بين الجيش السوري ومقاتلي المعارضة إلى أحياء العاصمة. وأظهرت لقطات حديثة دمارا واسعا في المباني التي هجرها سكانها بعد أن تحولت لساحة معارك، خاصة في أحياء دمشق القديمة ووسط المدينة، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. أسلحة الصراع شملت أيضا استخدام العبوات الناسفة التي انفجرت إحداها بشارع الكلاسة وأخرى بشارع مردنبيك قرب الجامعة الأموية، وأودت بحياة ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء. ويتخذ مقاتلو المعارضة السورية من مناطق واسعة في ريف دمشق منطلقا لهجماتهم على مواقع القوات السورية التي استطاعت مؤخرا تحقيق تقدم ميداني في بعض القرى والمدن. ويلات الحرب السورية جرت معها مرض شلل الأطفال الذي أكدت منظمة الصحة العالمية تفشيه في سوريا، وأطلقت حملة إقليمية في الشرق الأوسط لمنع انتشاره. صارت مثل العدوى أنه وبالمدارس كمان كتروا السوريين. اضطرينا أنه نعمل الحملة بالتعاقد مع وزارة الصحة، اليونيسف مع وزارة الصحة لإعطاء اللقاحات. وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها ستعمل بالمشاركة مع منظمة اليونيسف والوكالات الإنسانية الأخرى العاملة في سوريا من أجل تطعيم جميع أطفال سوريا ضد فيروس شلل الأطفال، بغض النظر عن وجود هؤلاء الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو المناطق المتنازع عليها، بالإضافة إلى المخيمات التي تشكل بيئة خصبة لانتقال الفيروس. أكد نبيل فهمي وزير الخارجية المصري أن مصر تتطلع إلى علاقات قوية ومتواصلة ومستقرة مع روسيا تقديرا للمواقف الروسية من قضايا الشرق الأوسط. وقال فهمي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف إن التحرك المصري لا يتم كرد فعل، لكن وفقا لبرنامج استراتيجي معلن يضمن تنوع الخيارات المصرية تبعا للتحرك الشعبي. من جانبه قال سيرجي لافروف إن هناك أهمية توليها روسيا للعلاقات مع مصر، حيث تربطهما أواصر صداقة منذ سنين ووصلت إلى المستوى الاستراتيجي. وتطرق الجانبان أيضا إلى الحديث عن الوضع في سوريا ومؤتمر جنيف 2 إلى جانب عملية السلام في الشرق الأوسط، تحديدا المسار الفلسطيني الإسرائيلي. في العراق قتل نحو 43 شخصا على الأقل وجرح عشرات آخرون إثر هجمات استهدفت مواكب لإحياء ذكرى دينية.
وقالت الشرطة العراقية إن انتحاريا فجر نفسه في موكب بمدينة السعدية بمحافظة ديالى ما أدى إلى مقتل 30 شخصا. وأضافت الشرطة أن 19 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في هجومين متزامنين في جنوب بغداد. وتأتي هذه التفجيرات بعد ساعات على مقتل 9 أشخاص في تفجير مزدوج وقع بمحافظة واسط جنوب العراق. تسارعت المساعدات الدولية والمنظمات الإنسانية لتقديم الإعانات لمن تم إجلاؤهم من مدينة تاكلوبان الفلبينية التي دمرها الإعصار هايان. وقالت السلطات الفلبينية إن وفيات الإعصار تجاوزت 7530 وفاة، وبأن فرق البحث لا تزال تنتشل العديد من الجثث. وكأنها لم تكن، لا شيء سوى الركام وبقايا حطام تلعب من بينه الريح، كلما كان أصبح والأرض واحدا. هايان، أو كما أطلق عليه الفلبينيون يولاندا، فعل ما فعل من تخريب ودمار، ومن ثم غادر ليترك أسرا مشردة تتساءل إلى أين المصير. هذه الصورة تصف وضع أسوأ المناطق التي تضررت بهايان في الفلبين، وحالة استياء ارتسمت على وجوه الناجين وهم يتجهون نحو الطائرات لمغادرة أراضيهم. بعيدا عن هذا كله والوضع هكذا، تحركت المساعدات الدولية وتوالت مناشدات المنظمات الإنسانية للإسراع في تقديم الإعانات. فاليري مسؤولة الشؤون الإنسانية وصفت الوضع في الفلبين بأنه يدعو للأسى. أعداد الوفيات بحسب السلطات الفلبينية وصلت إلى 7530 وفاة، فيما لا يزال عمال الإغاثة ينتشلون جثثا من تحت الأنقاض في الوقت الذي يقوم فيه أقرباء الضحايا بدفن الأموات في مقابر جماعية في صورة تعبر عن مدى الكارثة التي حلت ببعض المناطق جراء الإعصار هايان. ورغم البطء في أعمال الإغاثة، إلا أن الحكومة الفلبينية تقول إن طائرات وسفن وشاحنات في طريقها إلى منطقة تابون تابون، فيما قام برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتوزيع مواد غذائية لنحو 50,000 شخص. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. بدء تأثر محافظتي مسندم وشمال الباطنة بأخدود المنخفض الجوي. المواطنون يرحبون ويثمنون الأوامر السامية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب والمزايا التقاعدية. المحكمة الابتدائية بمسقط تؤجل النظر في تهمة رشوة بإرساء عقد بقيمة 500 مليون ريال عماني. منظمات إنسانية تطلق حملات تطعيم ضد شلل الأطفال بمخيمات اللاجئين السوريين. حياة السلاحف البحرية في السلطنة، تنوع بيئي وعامل جذب سياحي. و542 طالبا وطالبة هم المتخرجون من جامعة ظفار لهذا العام، والذين تسلموا شهاداتهم في حفل أقيم بقاعة المؤتمرات بالحرم الجامعي. رعى الاحتفال معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار. تزامن حفل تخريج الدفعة 9 من طلاب جامعة ظفار بقاعة المؤتمرات بالحرم الجامعي أنوار شهر نوفمبر المجيد، حيث وصل خريجو هذا العام 542 طالبا وطالبة من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدفعة الثالثة من طلبة الماجستير. أتمنى كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات، وإن شاء الله الأبواب العمل تنتظر المزيد منهم، وربنا يوفقهم جميعا إن شاء الله. وهذا يوم مبارك يعني في هذه الأيام المباركة في من شهر نوفمبر، وأتمنى كل التوفيق للجميع إن شاء الله. فإنه ليسعدنا أن نحتفي في هذا اليوم السعيد من أيام النهضة المباركة بتخريج الدفعة 9 من خريجي جامعة ظفار. حيث أكدت الجامعة أنها انتهت من المرحلة الأولى من الاعتماد المؤسسي، بالإضافة إلى استكمال تقييم جميع البرامج الأكاديمية خلال هذا العام بواسطة متخصصون من جامعات عريقة في هذا المجال. سالم بن سعيد بن علي العمري،
بدر بن محمد بن سعد غفرم الشهري، مسلم بن علي بن سعيد حات الشهري، عزة بنت علي عبد الله عامر قيد المهري. فرحتنا هذا اليوم فرحتين، الفرحة الأولى بمناسبة التخرج، تخرجنا من جامعة ظفار، والفرحة الثانية هي فرحة الأيام الوطنية التي نعيشها الآن. والله الفرحة ما توصف، الكلمات تعجز عن تعبير الفرحة للطالب، يكون يعني الجهد لمدة 4 سنين 5 سنين جهد وتعب، صعب نوصفها في كلمات الفرحة ذي. فرحة فرحتين، العيد عيدين عليكم. الفرحة لا توصف، وأكيد نحن هالفترة نحتفل في شهر نوفمبر بعيد الوطن المجيد، لذلك أخذ هذه الفرحة وأهني حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، ونهديه نجاحنا وإلى هذا الوطن الغالي. الحمد لله رب العالمين، هذه السنة الفرحة فرحتين معنا، فرحة العيد الوطني 43، عيد 18 من نوفمبر المجيد، وفرحة تخرجنا الحمد لله. أحب أهني جميع الطلاب وطالبات بهذا اليوم الجميل، طبعا يوم مميز جدا، حفل التخرج للدفعة التاسعة، وإن شاء الله يعني يواصلوا مسيرة العطاء بإذن الله، وألف مبروك للجميع إن شاء الله. يوم استثنائي يعيشه الخريج والخريجة في هذه الأيام الوطنية، فرحتهم بالتخرج في هذه الأيام الوطنية وفرحتهم بالتخرج من جامعة ظفار. لتلفزيون سلطنة عمان، محمود بن سهيل، تبوك، جامعة ظفار. كما احتفلت كلية العلوم التطبيقية بصحار بمحافظة شمال الباطنة بتخريج 152 من طلبتها من الدفعة الرابعة من تخصص تقنية المعلومات. رعى الاحتفال سعادة السيد سليمان بن حمود البوسعيدي نائب الأمين العام لمجلس الوزراء. لحظات التخرج من المراحل المهمة في حياة الطالب الجامعي، وهو يحصد ثمار جهد استمر لخمسة أعوام فيها يتوج الطالب بوشاح الفرح بعد جهد هذه الأعوام. يوم تخرج يعني شعور لا يوصف، يوم حافل، يوم حلو، يوم نتكرم فيه على تعبنا وجهدنا اللي عشناه لطيلة الخمس سنوات، ونتمنى إن شاء الله نخدم بلدنا الحبيب. بارك لكل الخريجين والخريجات على هذا اليوم، وأشكر كل شخص ساندني اللي وصلت هذه المرحلة. كلية العلوم التطبيقية تمنح طلبتها درجة البكالوريوس في برامج تقنية المعلومات مثل تطوير البرمجيات وتطوير الشبكات وأمن المعلومات وإدارة قواعد البيانات. أما كلية الهندسة التي افتتحت مؤخرا تتفرع إلى هندسة كيميائية وهندسة ميكانيكية وهندسة كهربائية. هكذا هو شعور مميز يخالج نفوس كل الخريجين وهم يحتفلون بهذا الإنجاز، يقفون بزي التخرج المميز ويرصدون بكاميراتهم أحلى أيام حياتهم. علي بن عبد الله العجمي، ولاية الصحار. بحث معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك مع اللواء أليكس مارشال قائد كلية الشرطة البريطانية أوجه التعاون القائم بين البلدين، واستعرض الجانبان الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال التدريب والتأهيل. تحت شعار السلامة المرورية مسؤولية الجميع، اختتمت فعاليات معرض السلامة المرورية النسخة الرابعة بمشاركة 25 جهة حكومية و50 شركة من القطاع الخاص وعدد من الجمعيات الأهلية. رعى حفل الختام اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات. ختام معرض السلامة المرورية النسخة الرابعة والذي نظمته شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع شركة إكسبو عمان، والذي جاء تحت شعار السلامة المرورية مسؤولية الجميع، شهد إقبالا كبيرا من الزوار من مختلف أنحاء السلطنة الذين توافدوا لزيارة المعرض المروري الذي انطلقت فعالياته منذ 11 وحتى 14 من نوفمبر الجاري للاطلاع على أبرز الأنشطة والفعاليات والمناشط التي تعزز جوانب السلامة المرورية. هذا المعرض تميز بنوعية المعروضات وجودة الطروحات اللي طرحت، بالإضافة أنه كان تم من خلاله الإعلان عن الولايات الفائزة وأيضا المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. عدد المشاركين والتفاعل الذي تم من خلال أيام المعرض مؤشرات حقيقية لنجاح المعرض.
المعرض هذا العام أتى بحلة جديدة وبمشاركة واسعة وجمع بين الصغير والكبير لنشر الوعي والثقافة المرورية بين مختلف شرائح المجتمع. سعداء بما رأيناه من مشاركة من قبل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني في هذا المعرض، وهذا دليل على الوعي المروري ودليل على مساهمة الناس في ما يخص الجانب المروري. حقيقة حقق نعم نجاح جيد ومنقطع النظير، وبالتالي من اليوم الأول كان هناك توافد من الناس على المعرض، والمساهمة حقيقة يعني مشجعة جدا، وهذا يجعلنا إن شاء الله أن نستمر وفي استمرار دائم. مساهمة فاعلة من قبل كافة الجهات المشاركة في المعرض المروري، كل في مجال اختصاصه، للعمل على رفع مستوى الوعي المروري لزوار المعرض وتزويدهم بالمطويات والمنشورات وعرض ما توصلت إليه التقنيات الحديثة للسلامة المرورية على الطرق. وبانتهاء فعاليات المعرض المروري تم تكريم جميع الجهات المشاركة لإنجاح معرض السلامة المروري الرابع. نجاح معرض السلامة المرورية في نسخته الرابعة يأتي على خلفية الجهود الحديثة والمتضافرة من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص والجمعيات الأهلية والمبادرات الفردية والجماعية على مستوى السلطنة، وهي ترجمة للأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه للحد من حوادث المرور. لتلفزيون سلطنة عمان، الملازم أول حمد بن هاشم القريني، مركز عمان الدولي للمعارض بالسيب. وتزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني المجيد وإقامة معرض السلامة المرورية، دشنت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف دفعة جديدة من مركبات الإسعاف المتطورة، ويأتي تدشين هذه المركبات للتقليل من الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية. رعى المناسبة سعادة الدكتور محمد بن سيف الحسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية. احتفلت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بمبنى الهيئة بتدشين المركبات الجديدة للإسعاف تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن سيف الحسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية. بدأت فعاليات الحفل بالتعرف على الخدمات الحديثة بالمركبات كاتساع الكابينة الخلفية حيث بإمكانها اتساع 5 أشخاص مع وجود نقالة هيدروليكية لتغيير وضعية المصاب، كما تم تزويد المركبات بجهاز لإطفاء مركبات بحجم الدفع الرباعي. تدشين الكوكبة الأولى من الدفع الجديدة من مركبات الإسعاف والتي بنيت على طراز حديث يخدم المصاب والمريض ويخدم كذلك المسعف، وهي حقا يعني أشعر بالراحة كوني طبيبا وأنقل هذا الشعور باسم زملائي في وزارة الصحة لإخواننا في الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف. كما تعرف راعي المناسبة والحضور على الفصول الدراسية ومركز العمليات والمركز الإعلامي. يأتي تدشين مركبات الإسعاف التابعة للهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف تزامنا مع معرض السلامة المروري في دورته الرابعة. الملازم أول حفص بن راشد الرواحي من مبنى الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف. كشفت دراسة بحثية طبقت على عدد من طلاب السلطنة أهمية الانتظام في تناول الوجبات السمكية لما لها من تأثير على مستوى الإدراك وخفض نسبة الدهون غير المرغوبة. وقد احتفل بنجاح الدراسة بمسرح وزارة التربية والتعليم بالوطية، وذلك في إطار مشاركة السلطنة دول العالم في الذكرى 33 ليوم الغذاء العالمي. نقص في فيتامين د ونقص باليود ومادة الأوميغا 3 ظهرت في أغلب الطلبة المشاركين بدراسة صحية حول تأثير استهلاك الأسماك على الأحماض الدهنية والسمنة ونسبة الهيموغلوبين ومستوى الإدراك لدى أطفال المدارس. يعني في مدارس قدموا لهم سمك، في مدارس كبسولات زيت سمك. قبل كان مستواي ما واجد، بس لما أكلت استوى ارتفع مستواي. لمست بعض التغيرات في الولد وكذلك يعني في العقلية عنده. لاحتفال يوم الغذاء العالمي أعلنت هذه الدراسة التي شارك فيها أكثر من 300 طالب وطالبة أخضعوا لنظام غذائي معد هدف إلى إحلال الأطعمة ذات المغذيات العالية بدلا من الأطعمة التي تفتقر لأبسط المحتويات الغذائية والتي أسهمت في انتشار أمراض مثل الضغط والسكري والسمنة. هذه طبعا ليست النتائج النهائية لكن النتائج الأولية أظهرت نجاح للمشروع، في فروقات يعني واضحة جدا في النتائج بين قبل البدء المشروع وبعد بعد إضافة المشروع على العينات الطلبة اللي
اللي تم إجراء التجربة عليهم. السمك أبرز ما ركزت عليه الوجبات المتكاملة في هذه الدراسة، ومع الفحص الطبي المستمر جاءت النتيجة لتبين تحسنا كبيرا وارتفاعا في نسبة الفيتامينات بالكميات المطلوبة، مما أدى إلى تحسن القدرات الإدراكية للتلاميذ وتحسن في اللياقة البدنية. وأوصت الدراسة بزيادة وجبات الأسماك والتعرض لأشعة الشمس في أول الصباح. تمتاز السلطنة بالتنوع البيئي والتعددي في الثروات الطبيعية النادرة، حيث تنعم بأنماط بيئية خلابة تعد من أهم عناصر الجذب السياحي في السلطنة. تفاصيل في التقرير التالي أو تفاصيل التقرير التالي تأخذنا وإياكم للتعرف على جانب من حياة السلاحف البحرية في عمان. السلاحف البحرية يعود تاريخها لقرابة 200 مليون سنة، تمكنت عبر هذا الزمن الطويل من البقاء على قيد الحياة بالرغم من المخاطر الجدية التي تتعرض لها من قبل الإنسان. بدأت السلحفاة خروج من البحر، تبدأ تحفر حوالي حفرة القسم حوالي نصف متر، بعدين تبدأ تحفر بالزعانف الخلفية حفرة البيض حوالي نصف متر. إذا حست بأن حفرة البيض الرمل ينزل داخل الحفرة، في الحال ما توضع البيض. إذا وضعت البيض بيكون البيض طبقات، طبقة بيض طبقة رمل، في الحال ما يكون نفس المستوى، لازم تبدأ تحفر حفرة ثانية. تبدأ تحفر حفرة القسم حوالي نصف متر، وتبدأ تحفر حفرة البيض حوالي نصف متر. من حفرت حفرة البيض نصف متر ويكون الرمل كله متماسك مع بعض، تبدأ توضع البيض، بعدين تبدأ تسكر بالزعانف الخلفية وتحرك الزعانف الأمامية. تبدأ تسكر حفرة البيض مع حفرة القسم وتتحرك حوالي مترين أو ثلاثة أمتار إلى الأمام، وتبدأ تحفر حفرة ثانية حفرة تمويه. إذا جاء إنسان أو حيوان يبحث عن البيض يفتكر البيض في الحفرة الأمامية، يحفر هنا ماشي بيض على طول. السلحفاة من تطلع من هذه الحفرة تحفر حوالي نصف متر تروح البحر. ممكن يعني تقي سلاحف ثانية وتحفر في نفس المكان يكون موضوع فيه بيض؟ أي نعم، في سلاحف تطلع من البحر عادي تحفر في هذه الأماكن، إذا حفرت في هذه الأماكن عادي تطلع البيض برا، خلاص البيض يخرب. المكان الآمن يكون في الرمل، يكون متر واحد. في ناس يقول كيف هذه الصغار يطلع من الحفرة يكون متر واحد. هذه الحفرة وهذه البيض كل مكان بيض، يبدأ يطلعوا اثنين أو ثلاثة من فوق، يبدأ الرمل ينزل لآخر الحفرة عشان يساعد البقية تحتين شوي شوي. هم يطلعوا والرمل ينزل إلى آخر الحفرة عشان يساعد البقية تحتين. السلاحف اللي تولد أو تفقس في هذا الشاطئ ترجع لنفس الشاطئ بعد 37 سنة؟ ترجع لنفس المكان، لأن من إذا وضعت الأم الأطفال في ذي المكان ترجع بعد 37 سنة، وشوف من ألف يعيشوا اثنين أو ثلاثة من هذه الصغار. وفي ناس يقول ايش دوركم في المحمية؟ ليش أنتم تحافظ على السلاحف؟ الإنسان ما يقدر يتدخل في الطبيعة، إذا تدخل الإنسان في طبيعتكم مش توازن بيه. وبعد كل هذا العناء، وبعد هذه المسافات التي تقطعها السلاحف لتأتي إلى هنا، إلى رمال رأس الجنز الناعمة في محافظة جنوب الشرقية في سلطنة عمان، لتتكاثر بأمان على صدى الأمواج التي تتكسر على صخور يوازي عمرها عمر هذه السلاحف. ولمعرفة المزيد عن هذه المحمية ينضم معنا عبر الهاتف علي بن ناصر الراسبي، رئيس قسم حماية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والشؤون المناخية. أخ علي، أهلا بك. حياك الله. أهلا. إلى أي مدى يسهم وجود مثل هذه المحميات في الحفاظ على التوازن البيئي؟ حقيقة المحميات طبعا هي تعتبر مول رئيس العدد كبير من الكائنات الحية، وأيضا مفردات الحياة الفطرية بشكل عام حيوانية ونباتية، وتعتبر أحد الطرق أو الوسائل للحفاظ على التنوع الأحيائي بشكل عام. نعم. أما في ما يتعلق طبعا المحميات لها دور كبير، تشجيع السياحة البيئية، تعزيز
مستوى الدخل لدى السكان المحليين أيضا، بالنسبة أصبحت متنفس طبيعي لعدد كبير طبعا من المواطنين سواء مقيمين أو أيضا بالنسبة للزوار. نعم، أنا سأتي لهذا السؤال، أنه إذا إلى جانب الأهداف البيئية المرجوة من إنشاء هذه المحمية، هناك أيضا أهداف علمية وأهداف سياحية، هل حدثتنا عنها بشيء من التفصيل؟ نعم، حقيقة بالنسبة للأهداف طبعا العلمية، هي توفر فرصة كبيرة للباحثين وطلبة العلم لدراسة هذه الكائنات الحية، سواء كانت سلاحف أو حيوانات مختلفة، خصوصا حيوانات برية وحيوانات يعني مثلا الطيور والزواحف وغيرها. فهذه كانت فرصة كبيرة توفر لهذا للباحثين. طبعا كثير من الطلبة العمانيين أخذوا يعني درسوا في هذا المجال، وأيضا حصلوا على شهادات علمية عن حياة السلاحف أو غيرها من الكائنات الحية الفطرية. فيما يتعلق بطبعا تشجيع السياحة البيئية، طبعا يعني لاحظنا أن عدد كبير من الزوار خاصة في محمية السلاحف، والعدد تقريبا السنوي معدل يوصل لحوالي 28,000 زائر في السنة. وأيضا بالنسبة طبعا هم غير اللي هو الزوار اللي هم طبعا اللي هو خارج الموسم، يعني في عندنا طبعا مواسم اللي هي مواسم سواء العطلات أو الإجازات الرسمية وغيرها، وأيضا في الأيام العادية نلاحظ أن كثير أيضا من السواحل ارتادوا المنطقة. وطبعا معظم السياح طبعا في المحل. نعم. يعني أخ علي، إلى أي مدى نعم يساهم المجتمع المحلي في الحفاظ على هذه المحميات؟ في مثلا محمية السلاحف حقيقة يعني السكان المحليين في رأس الحد متعاونين إلى أبعد الحدود، خاصة مع جهود الوزارة، وأيضا من ناحية حماية هذا النوع من الكائنات الحية. نجد أن الأطفال يساهم بشكل كبير في تجميع صغار السلاحف، لأن نلاحظ أن أثناء خروج صغار السلاحف من البحر طبعا تتجه هي طبيعيا للبحر، لكن أحيانا يشدها مثلا الإضاءة، فنجد أن الصغار كثير اهتموا بهذا الجانب ويجمعوا صغار السلاحف يعيدوها إلى البحر. هل توجد يعني في المحمية وسائل أو تقنيات حديثة يمكن الاستعانة بها لحماية أو زيادة أو تكاثر السلاحف في هذه المحمية؟ بالنسبة لنا طبعا هو هناك برنامج لتتبع السلاحف تم تدشينها قبل حوالي 3 سنوات. الهدف من هذا البرنامج معرفة سلوك السلاحف هذه، وين أنها بتوصل لأي منطقة، مناطق تغذية، مناطق تزاوج وغيرها. وكان هذا أيضا مربوط بشبكة الإنترنت، يعني مباشرة نروح للموقع ونعرف السلاحف هذه من طلعت، فهذا يعطينا بيانات على الأقل عن حركة هذه السلاحف. وأيضا بالنسبة للجهود، طبعا هناك عدد 19 موظف تابعين لوزارة البيئة والشؤون المناخية يعملون في المحمية. عملهم طبعا يتركز على التوعية البيئية وعلى جمع البيانات والمعلومات عن السلاحف، تقييم هذه السلاحف، معرفة طبعا كل سلحفاة يكون لها بطاقة، البطاقة هذه تشمل طول السلحفاة وعرضها وال يعني تاريخ وضع البيض، متى خرجت، متى إذا في حالة أنها عادت أيضا وضع رقم على هذه السلحفاة. شكرا لك على هذه المعلومات علي بن ناصر الرازبي، رئيس قسم حماية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والشؤون المناخية. هطلت اليوم على محافظة مسندم أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على ولاية مدحة، وفي محافظة شمال الباطنة هطلت أمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة على ولاياتها، حيث هطلت أمطار غزيرة على ولاية لوا ومتوسطة على ولاية صحار وشناص، فيما هطلت أمطار خفيفة على ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة. وكانت المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية أعلنت يوم أمس عن تأثر أجواء السلطنة هذه الأيام بحالة من الأنواع المناخية نتيجة وجود أخدود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يتمركز وسط إيران. وإلى أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميل علي بن محمد صعب. النشرة الاقتصادية برعاية نجم يتألق في سماء الصناعة العمانية، كابلات عمان، عمانية الأصل، عالمية الثقة.
الشركة الوطنية للعبارات. شكرا لكم يعقوب وبثينة، وأهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا في الموجز الاقتصادي. التوقيع على أول اتفاقية للاستفادة من الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في السلطنة. أهلا بكم. وقعت شركة كهرباء المناطق الريفية أول اتفاقية للاستفادة من الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في السلطنة، وذلك بإقامة محطة تجريبية للطاقة الشمسية بولاية المزيونة بمحافظة ظفار، وكان ذلك بكلفة استثمارية بلغت نحو 1,300,000 ريال عماني وبطاقة 7,920 كيلو واط في الساعة، حيث سيبدأ مشروع الإنتاج في الربع الثالث من العام القادم، وستلتزم شركة كهرباء المناطق الريفية بشراء كامل الطاقة المتوفرة من المحطة حسب التعرفة التي تقرها هيئة تنظيم الكهرباء. بدأت وزارة القوى العاملة بمباشرة العمل في دائرة القوى العاملة بولاية الدقم، وذلك في إطار سعي الوزارة لإيصال خدماتها إلى كافة المواطنين وقطاعات سوق العمل المختلفة في محافظة السلطنة. وتأتي إقامة دائرة القوى العاملة بولاية الدقم لتصبح الدائرة الثانية بعد دائرة القوى العاملة بولاية هيماء، حيث إنها ستخدم منشآت القطاع الخاص والأفراد بالولاية، والتي تشهد نهضة اقتصادية وتجارية في ظل وجود مشاريع تنموية واقتصادية كبيرة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وضمن أخبارنا المحلية أيضا، انخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنحو 3 نقاط ليغلق عند مستوى 6,762 نقطة، كما انخفضت قيمة التداول بالسوق بنسبة 48% مقارنة مع آخر جلسة تداول لتبلغ 9,390,000 ريال عماني، فيما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بلغت 13 مليار ريال عماني بانخفاض بلغت نسبته 0.7%. تباطؤ النمو في منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الجاري دفع البنك المركزي الأوروبي إلى خفض سعر الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 0.25%، وبلغ معدل النمو في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة بلغ 0.1%، منخفضا عن الربع الثاني من العام الحالي ب0.2%. وبالرغم من ذلك، قالت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي أن الاقتصاد في منطقة اليورو استمر في التعافي من الركود مدعوما بارتفاع الناتج الداخلي في ألمانيا وفرنسا. ومن الانخفاض إلى الارتفاع، حيث ارتفع معدل التضخم في الهند إلى 7% في شهر أكتوبر الماضي ليسجل أعلى مستوى له في 8 أشهر. وأظهرت بيانات حكومية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنحو 3%، كما سجلت أسعار الوقود ارتفاعا بنسبة 4%، مما قاد البنك المركزي الهندي لمحاولة وقف ارتفاع معدل التضخم عن طريق رفع معدل الفائدة الأساسي. ويؤثر ارتفاع التضخم سلبا على أوضاع مئات الملايين من الفقراء الهنود الذين يعيشون على أقل من دولارين يوميا. نهاية الموجز الاقتصادي، وعودة إلى الزملاء وبقية أخبار النشر. النشر الاقتصادية برعاية نجم يتألق في سماء الصناعة العمانية، كابلات عمان، عمانية الأصل، عالمية الثقة. الشركة الوطنية للعبارات. شكرا لك علي. بيعت في جنيف ماسة زهرية اللون يطلق عليها بينك ستار، ويبلغ وزنها نحو 60 قيراطا بسعر قياسي لحجر كريم بلغ 83 مليون دولار. وفي نيويورك افتتحت ناطحة سحاب مكان البرجين اللذين انهارا خلال هجمات 11 من سبتمبر عام 2001. الماسة الزهرية اللون المعروفة ببينك ستار، والتي يبلغ وزنها 59.60 قيراطا، بيعت في جنيف
بسعر يعد قياسيا لحجر كريم بلغ 83 مليون دولار. ولم يستغرق هذا المزاد الذي نظمته دار سوسبيز إلا 5 دقائق. إنه مبلغ كبير من المال، ولكن هذه الماسة تستحقه. هي نادرة حقا وفريدة، وإنها تستحق المال الذي أنفق في المسابقة. وبيعت هذه الماسة لرجل ملتحم في 60 من العمر على ما يبدو، رفض الكشف عن هويته مكتفيا بالقول إنه يمثل الشاري. ناطحة سحاب فور وورلد تريد سنتر التي شيدت في نيويورك مكان البرجين اللذين انهارا في هجمات 11 من أيلول سبتمبر من العام 2001، دشنت بحضور رئيس بلدية المدينة مايكل بلومبرغ والمهندس الياباني فوكوهيمو ماكي القيم على هذا المشروع. يعود هذا الموقع رمزا أساسيا في التوسع في نيويورك، ويعود ويتصل بالمدينة من حوله وبالعاملين في هذا الحي. وتحل ناطحة السحاب الجديدة هذه محل البرج الجنوبي من مركز التجارة العالمي. ويتألف البرج الجديد من 72 طابقا، وقد بدأ تشييده في العام 2008، وثلث مكاتبه مخصصة لسلطات المرافق في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي المتجاورتين. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: المواطنون يرحبون ويثمنون الأوامر السامية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب والمزايا التقاعدية. المحكمة الابتدائية بمسقط تؤجل النظر في تهمة رشوة بإرساء عقد بقيمة 500 مليون ريال عماني. منظمات إنسانية تطلق حملات تطعيم ضد شلل الأطفال بمخيمات اللاجئين السوريين. حياة السلاحف البحرية في السلطنة، تنوع بيئي وعامل جذب سياحي. شكرا لكم على حسن المتابعة. في حفظ الله. النشرة الجوية برعاية ستائر بماركات عالمية موجودة فقط لدى سيدار.
النشرة الجوية برعاية ستائر بماركات عالمية موجودة فقط لدى سيدار.